ونظرا للتطورات المقلقة قررنا بتوجيه من سيادة الرئيس وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة إغلاق جميع مرافق الحياة من صباح الجمعة القادم حتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات باستثناء المخابز والصيدليات، ويتبع ذلك إغلاق يبدأ من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً يومياً بقية أيام الأسبوعين القادمين في كل المحافظات.